الناس كلها بتجي عشان حبة طحين حبة رز. وانت شايف هذا هو الكيس، ها اروح وباجي فيه فاضي، مش شايف حبة طحين لو نادر. عشان قالوا الطيارة بتنمي لأنك الطحين، وأنا عندي في ساكن المدرسة حنا في معسكر جبالية لاجئ من الدور شارد من داري ولاجئ ساكن المدرسة، عائلتي أنا وبناتي 24 نفر في الصف، وجاي عشان أدور حبة طحين لأولادي مش لاقي، إلي أربعة أيام أجي هنا وأروح فاضي، رحت أدور النابلسي عشان أجيب كيس طحين لأولادي ما قدرتش، رحت أدور الكويت مشي 16 كيلو روحة جاي مشي عجرية، وأنا زلمة عمري 60 سنة مش قادر أمشي، كل ربع ساعة بتريح ربع ساعة عشان أصل المكان بروفي، وأنت زي ما تشوف الطيارة بترمي في مكان وبتخلي نفس المكان. هذا كلام حرام، عذاب للناس. اعملوا آلية منظمة للناس تدخل الطحين عن طريق ناس مأمنينه للناس يوزعوك بالتساوي، أما هيك حرام. يعني أنا اللي زي عندي 24 نفر ساكن في صف وفي مدرسة مش لاقي حبة طحين لأولادي أعجنها، أولاد صغار عندي في الصف كلهم بيقولوا لي جعانين مش عارفين ايش نسوي. فدخيل الله احنا بنقول الناشد لله سبحانه وتعالى انه يرحمنا ويطعم هالناس الغلاب، بس الناس كلها بتيجي عشان حبه طحين وحبه رز. وانت شايف هذا هو الكيس، ها اروح وباجي فيه فاضي، مش شايف حبه طحين لاولادك.